إذا متابعين ومشاهدين شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. كما كنشوفوا فنان يعني كيبدع يعني بموسيقى مغربية، موسيقى إهداء المنتخب المغربي كما كنعرفوا بأنه كيضرب بالوتار. اليوم هو قد قاد واحد الموسيقى إلى الأسود، إلى المنتخب المغربي، وكيهدي هذه الموسيقى إلى الأسود المغرب المغرب. وكذلك بعد الفوز يعني مسجد واحد المقطع اللي هو غنكونوا معاه في الاستوديو وغيغني لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنبغي نشكر قناة شوف تي في وكنشكركم على الاستضافة، وكنبغي نشجع المنتخب الوطني معكم الفنان حكيم ناشط فنان شعبي. كنبغي نشجع الفرقة ديالنا وكنتمنى لهم الفوز إن شاء الله يا رب، وكنتمنى إن شاء الله يديوا الكأس، علاش لا، تستاهلوه ويستاهلوا كل خير ان شاء الله. ودعواتنا معاهم وقلوبنا معاهم، وخا بعاد علينا رحنا قلوبنا معاهم الحمد لله. وكنشكر الجمهور المغربي، فرحان في كل مدن وفي كل دول، تبارك الله ما شاء الله لا اله الا الله، والله يسخر الامور يا رب والله يوفقهم. وان شاء الله كنوجد واحد الاغنيه زوينه نقدر نسمعكم واحد شويه منها باش، ومن بعد ان شاء الله المفاجاه مازال الخير قدام. وشكرا قناه شوف تي في، نسمعكم واحد شويه. انا غنشد لك الميكرو وانت يعني غتسمع الموسيقى وغتغني معاها، يعني باش تحاول تبيديك مغاربون ونجيبو داك الكاس. مغاربه مغاربون يا نفرحوا هاد الناس، مغاربه مغاربون يا جيبو داك الكاس، مغاربه مغاربون يا نفرحوا جميع الناس. مغاربة مغاربة يا الشعب يا فرحتوه، مغاربة مغاربة والكاس غادي ندوه، مغاربة مغاربة سيدنا يا فرحتوه، مغاربة مغاربة والكاس غادي ندوه، مغاربة مغاربة يا نجيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة يا نفقسو دوك الناس، مغاربة مغاربة يا نجيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة يا نفرحو هاد الناس. اذا غنفرحوا ان شاء الله، علاش لا نفرحوا ان شاء الله، وهنيئا للمنتخب ديالنا وكنتمناو ان شاء الله يديو الكاس، علاش لا. وكنبغي نشكر الجمهور اللي فرحان تبارك الله هنا في جهه الصخيرات، الناس متحمسه والناس كتوجد الماتش تبارك الله، القهاوي من الصباح وما عامرين لحد الان، وراهم ما شاء الله وكاينه فرحه كثيره. ونتمناو ان شاء الله يا ربي يتاهلوا يا رب، الله يكمل بالخير يا رب. كنشوفوك باقي موسق مغاربه مغاربه. مغاربة مغاربة سيدنا وفرحتوه، مغاربة مغاربة والكاس غادي ندوه، مغاربة مغاربة حكيمي وجياس، مغاربة مغاربة ويريق يا ولاد الناس. مهم ترخليو مفاجأة إن شاء الله للجمهور، وتبارك الله عليكم تستاهلوا كل خير. وشكرا قناة شوف تي في على الاستضافة، الله يجزيكم بخير. وشكرا كاع الجمهور اللي كيعرفنا. خوكم حكيم ناشط. السلام حكيم، غنحاول نحيد الميكرو وغتعطيهم الموسيقى يعني باش تحمد ديها كيما درتي لنا اليوم في القاعة. إذا حكيم يعني اللي مزد واحد المقطع يعني موسيقي المنتخب المغربي، يعني واحد المقطع اللي صوبو يعني بلوتار، وكذلك سير السي حكيم. يا مغاربة مغاربة جيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة يا ولاد الناس، مغاربة مغاربة جيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة يا نفقسو دوك الناس، مغاربة مغاربة جيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة يا فرحو هاد الناس، مغاربة مغاربة داك الكاس، مغاربة مغاربة يا نفرحو جميع الناس، مغاربة مغاربة حكيمي وزياش، مغاربة مغاربة يا ولاد الناس، مغاربة مغاربة نحنا كنكونو، مغاربة مغاربة يا شباب يكونو، مغاربة 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 الشباب يكونو، مغاربة مغاربة جيبو داك الكاس، مغاربة مغاربة فقسو دوك الناس، مغاربة مغاربة جيبو داك الكاس،
غريبة مغاربة هي نفرحوا هاد الناس غريبة مغاربة يدر قراقيل غريبة مغاربة يا عزيز علينا وغاليين غريبة مغاربة أحلاك الجياس غريبة مغاربة وجولة أولاد الناس غريبة مغاربة عبد الحكيم شنو تقول للوليد الركراكي ملي تيبغي تماركا البيت سير سير يلقاك تي سير الله يكمل بخير وكاين واحد الاغنيه ان شاء الله نخليها مفاجاه للجمهور وان شاء الله مازال من الاغاني المزيد من الاغاني واللي بغى يزور القناه ديالي حكيم ناش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك مرحبا بكم وكاينين بزاف ديال الاعمال تبارك الله لاول مره ظهور في الاعلان مع قناه شوف تي في وكنبغي نشكرهم بزاف وهذا الشيء كيفرحنا وهذا الشيء كيخلي الفنان يبدع ويزيد يكمل من عنده ويزيد يعطي الجديد وشكرا لكم جزيل الشكر وكنتمنوا ان شاء الله الفوز المغاربه وحنا فرحانين اليوم متحمسين نتمنوا ان شاء الله جوج لزيرو يعطوهم شكرا لك سي حكيم كما كنشوفوا سي حكيم جميع المغاربه اليوم جميع المغاربه اليوم فرحانين لا خلي عندك ميكرو يعني جميع المغاربه خويا حكيم تنشوفهم اليوم فرحانين كما دخلت المقهى يعني وعطيتي واحد المقطع يعني شفتي معك الامهات يعني كما كنشوفوا هذه الفرحه يعني المقاهي كامله عامره كما كنشوفوا قاعه الحفلات هي قادات النساء يعني كما كنشوفوا هذا العرس الكروي هذا الحفل الكروي اللي كيشاركوا فيه نساء رجال جميع المغاربه الحمد لله اليوم باش تخرجوا في هذه المقابله يعني كما كنشوفوا امهات بالاطفال اباء يعني كل شيء خارج اليوم وكنتمنوا هذه الفرحه اليوم باش تكمل في الشارع ان شاء يعني الله يا رب قلوبنا مع المغاربه مع المنتخب المغربي اليوم هو لهاد يعني واحد المقابله اللي تيقولوا صعيبه ولكن المنتخب الوطني بين على القوه ديالو مع جميع يعني المباريات خصوص غتقول المنتخب المغربي ولاد الناس اللي خارج الشارع خويا تنبغي نقول الله يوفقنا كلنا للخير يا رب وهاد الناس اللي خارجين للشارع كما كنشوفوا كبير وصغير نساء ورجال في المقاهي في الشوارع المهم كل شيء اليوم خارجين باش يتفرجوا في الماتش فرحانين وان شاء الله كنتمنى وان شاء الله الفوز للمنتخب ديالنا ورحنا فرحانين معاه وتندعوا معاه بقلوبنا بالحماس ديالنا بالروح الرياضيه اللي كاينه في قلوبنا وعاش الملك الله ينصر سيدنا وديما مغرب ديما مغرب شكرا لك اخ حكيم وشكرا لك على هذا المقطع اللي انت وجدتيه المنتخب المغربي وكنتمناو يعني من القلوب ديالنا الفوز المنتخب المغربي عبد الحكيم اللي مجد واحد المقطع يعني مجد واحد المقطع يعني ديال المنتخب المغربي بعد ما يعني الفوز المنتخب المغربي مقطع غيكون جديد ديال عبد الحكيم وغنزورو في الاستوديو شكرا لك الاخ عبد الحكيم شكرا تحياتي خويا طارق